هل يلزم قراءة الفاتحة الصلاة الجهرية خلف الإمام وكيف تقرأ؟ نعم، قراءتها المأموم خلف الإمام الفاتحة، قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام الأحوط أن يقرأها، ولكن لا يقرأ والإمام يقرأ، إنما يقرأ في سكتات الإمام أو في الصلاة السرية. أما إذا جهر الإمام فاستمع له، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن تقرأها في السكتات.